فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي صديق ذو مرة وسوي، عندي صديق ذو مرة وسوي، لكنه عليه ديون، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ تعطيه من أجل ديونه، من أجل الدين الذي يعجز عن تسديده ولو كان قوي. إذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده تعطيه، له قوي. نعم.